الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد. عام بعد عام تطل علينا روح الثورة التي حملت في طياتها شبابا ثائرا وأهدافا أرادوا تحقيقها آنذاك، فما إن كان من النظام إلا أن سعى بكل وحشية لتدمير روح الثورة وروح الشباب الذي خرج في كل ساحات البلاد ومنها محافظة الضالع. في ساحات محافظة الضالع خرجنا في ذكرى ثورة فبراير ونحن على الدرب سائرين. ثورة 11 من فبراير، ثورة شارك فيها كل أبناء المجتمع اليمني، خرجوا ليهتفوا بإسقاط النظام الذي جثم عليهم 33 عاما، حرمهم من الحرية والحياة الكريمة وسلب منهم حقوقهم المشروعة. خرجت المرأة وهتفت بصوت عالي بإسقاط هذا النظام، وأيضا تنادي بالتغيير، بالتغيير إلى الأفضل وإلى يمن جديد. 11 فبراير يوم الحرية، يوم عظمة الشعب اليمني الذي سطر ملامح السلمية بصدوره العارية. عاد النظام القديم على هيئة الجماعات الانقلابية، وهو ما دعا إلى تشكيل مقاومة شعبية لمواجهة غطرسة الدولة ونهب مقدراتها، ولا تزال تعبث بأحلام اليمنيين حتى هذه اللحظة. مهما جرت من محاولات للقضاء عليها والالتفاف ومحاولاتهم الانقلابية الفاشلة فسوف تبوء بالفشل. هنا وعلى كل جبهات الضالع صرخ رجال المقاومة الشعبية بروح الثورة التي لن تموت، فقاوموا وواجهوا كل الاعتداءات والتحديات وضحوا بدمائهم رخيصة في سبيل الوطن. وكان خيارنا هو الخيار السلمي، ولكن أبى النظام السابق وعفافيش الظلام إلا أن يحولوها إلى كفاح مسلح، ونحن أجبرنا على ذلك بعد أن نظلنا سلميا سنوات عديدة. على هذه الساحة وغيرها من الساحات خرج الشعب ليرسم ألوان الحياة، فرسم لهم النظام ألوان الموت، لكن لا تزال أهداف الثورة الموشومة على ذاكرة الثورة تنبض بالحياة حتى هذه اللحظة. محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع.